بسم الله الرحمن الرحيم. معنا يا ولاد بإذن الله الدرس الثاني من الوحدة الخامسة في رياضيات الصف الرابع. اسم الدرس إيه؟ إزاي نكون معادلة للمقارنة في عملية الضرب، وبعد كده إزاي نحل المعادلة الدرس اللي بعده. يلا كده ناخد أول شريحة. بيقول لي كون معادلة، مادام قال كون معادلة يا ولاد زي مباراة كرة القدم اللي بتطلع تعادل. طب اعرف ان تعادل يعني ايه؟ يعني متساوي الطرفين، جنب يمين وجنب شمال. تمام. بيقول لي حذر فذر، مين العدد اللي بيساوي 3 امثال العدد 4؟ كلمة 3 امثال يعني قده 3 مرات، يعني الـ4 مقررة 3 مرات، يبقى نقول ايه؟ التلاتة نضربها في 4. طب كلنا عارفين التلاتة في 4 ب12، طب أنا عايز أعملها معادلة بالمجهول، وليكن 3 في 4 هو ده العدد الناقص اللي أنا اديت له حرف إيه؟ طب يا مستر مش هتجيب الحرف؟ أقول له لأ هنجيبه، نقول له 3 في 4 ب12. يبقى الأول المستر كتبها على شكل معادلة بمجهول. يعني إيه مجهول؟ يعني الإجابة هنا هي اللي مش معروفة. طب لما نضرب العددين يبقى أنا جبت الإجابة. واحدة كمان، 4 أمثال العدد 5 يساوي عدد ما، 4 أمثال الـ5 يبقى 4 في 5، كلنا عارفين 4 في 5 ب20، نعمل له الأول حرف وبعد كده نقول له إن السي بتطلع 20، وأنت اللي تختار الحرف. طيب عدد ما يساوي 5 أمثال العدد 3، يعني الـ5 أمثال للتلاتة، يعني التلاتة مقررة 5 مرات، يبقى نضرب كم في كم؟ 5 في 3، كلنا عارفين 5 في 3 ب15. طب إجا ولد قال أنا هسمي الإجابة بي، يبقى البي قيمتها كام؟ قيمتها 15، جت من ناتج الضرب. شريحة تانية، ركز بقى في دي علشان هتتعامل بالمقلوب. بيقول لي كم مثل؟ يبقى بيسأل على عدد المرات لمين؟ للـ7. اللي إجابتها تطلع 49، يبقى 49 دي الإجابة يا جماعة. اوعى ولد يقول نضرب الـ7 في 49، لأ، ده أنا بسأل كم مثل يعني مين. شوف المستر هيديها حرف وليكن إيه؟ مين الحرف والرقم والرمز اللي يتضرب في 7 تطلع الإجابة 49. شفتوا الطريقة اختلفت إزاي؟ المرة اللي فاتت كان بيقول لي 3 أمثال العدد 5 مثلا، فكنت بضرب 3 في 5 وأسيب الحرف بره. المرة دي بيقول لي كم مثل، يبقى الحرف أهو العدد 7 والإجابة 49. طب نجيبها إزاي من جدول الضرب؟ 7 في كم ب49؟ 7 في 7. طب لها طريقة تانية؟ أيوة، اقسم الكبير على الصغير، 49 على 7 فيها 7. طب نشوف دي الطيبة ولا الشريرة؟ 10 أمثال عدد ما يعني مش موجود، والإجابة تطلع 90. يبقى مين اللي موجود؟ الأمثال. ومين اللي موجود؟ الإجابة. وزميل الأمثال مش موجود. فهمتك يا مستر، يبقى نقول 10 في كام وليكن حرف السي تطلع الإجابة 90. شفتوا المعادلة مرتبطة بالصياغة اللفظية، 10 في كم ب90؟ 10 في 9، يبقى السي إجابتها 9. طب نشوف اللي بعدها، 9 أمثال العدد 3، يبقى دي الطيبة. دي الطيبة، يعني 9 في 3 دي الطيبة. وعدد ما اختار أي حرف وليكن الإيه. طب لما أحب أجيب الإيه اضرب 3 في 9 ب27، يبقى هما لعبتين، يا الإجابة اللي بره ناقصة زي دي، يا العدد اللي جوه هو اللي ناقص. نشوف مسألة تانية جميلة. بيقول لي اوجد قيمة المجهول. يعني ايه المجهول؟ الحرف يا ولاد أو الرمز. طب أول واحدة حذر فذر، 4 في سي تطلع 20، يعني 4 في كم ب20؟ أقول له سهلة، 4 في 5، جت إزاي؟ من جدول الضرب، أو 20 على 4 فهي 5. طب 6 في ب طلعت 12، يبقى 6 في كم ب12؟ 6 في 2 ب12. 3 في ام تطلع 27، يبقى نجيب الام إزاي يا أسامة؟
نقسم ال27 على الثلاثة فات تسعة، أو يقول ثلاثة في تسعة ب27. طب دول جيران وموجودين، طالما العددين جنب بعض اضربهم، ده دي الطيبة. سبعة في تسعة بتلاتة وستين. طيب أربعة إن تطلع 20، يبقى 20 على الأربعة فيها الخمسة. طب إيه اللي في ستة تطلع 24؟ كم في ستة بأربعة وعشرين؟ أربعة في ستة، أو اقسم الكبير على الصغير. يبقى المجهول معناه إيه؟ إيجاد قيمة الرمز، إيجاد قيمة الحرف. طب ليه سموه مجهول؟ لأنه مش معروف. طب أنت لما جبته بقى معلوم وليس مجهول. تعال نشوف مسائل لفظية على نفس القصة. راس السؤال بيقول لي إيه يا ولاد؟ كون معادلة لكل مثال، اعمل معادلة بالحروف. طب وبعد ما أعملها أوعى تمشي، هات قيمة المجهول. جميل، معرنة ست حبات مانجو، يبقى أنا عرفت حبات المانجو اللي معرنة. شريف معاه 18 حبة، أكبر منها بكتير. فالراجل بيقول لك تعرف تقول لي كم مرة شريف يقول لأخته رنا أنا أكتر منك بكم مرة في حبات المانجو؟ طب نعرفها إزاي؟ هي ستة، هو 18، هو قدها كذا مرة. يبقى نعمل المعادلة إزاي؟ نقول ستة تتضرب في كام تطلع 18 علشان توصل لشريف. طب أحط هنا نقط خليها حرف أحلى، ستة في سي تطلع 18، يبقى السين جيبها إزاي؟ ستة في كام ب 18؟ ستة في تلاتة، يبقى عدد المرات كم مرة؟ 3 مرات. شريف أكتر من رنا. واحدة كمان، ركضت منى حول الملعب 4 مرات، منى جرت 4 مرات، وآية ركضت 2 مرة مثل مرات منى. يعني مين؟ آية بتقول لمنى أنا جريت قدك مرتين، يبقى آية هي الكبيرة. طب كم مرة ركضتها آية؟ ألاقي ولد يقول عدد المرات، أقول له راس السؤال بتقول كون معادلة، اعمل معادلة. طيب نجيب رنا ازاي؟ ندور الأول على البنت الصغيرة. مين البنت الصغيرة؟ منى. زميلتها بتقول أنا قدك إيه؟ مرتين، صح ولا لأ؟ يبقى نعمل إيه؟ ناخد الأربعة ونضربها في كام؟ في 2. الأربعة نضربها في 2 هتطلع 8، بس حط لي الأول حرف وبعد كده قول لي قيمته. 4 في 2 ب 8. تمام؟ تمام. يبقى معنى كده عدد المرات اللي ركضتها آية تطلع كم مرة؟ 8 مرات حول الملعب. يبقى معنى كده الـ8 فعلا قد الـ4 مرتين. يبقى الكلام صحيح يا أولاد. واحدة تانية نفس السؤال، كون المعادلة في كل مثال وما تمشيش، هات لي قيمة المجهول. أوكي، ادخر محمد 10 أمثال ما ادخره تامر. محمد بيقول أنا ادخرت 10 أمثال مين؟ تامر. طيب وكان ما ادخره محمد كام؟ 90. محمد محوش 90 جنيه يا ولاد، والتسعين جنيه دي بيغيظ بيهم تامر ويقول له أنا قدك 10 مرات. يبقى نجيب تامر الصغير ازاي؟ ناخد الـ10 ونقول تتضرب في كام؟ تطلع 90. تمام؟ تمام. ليه؟ لأن محمد هو الصغير. يبقى أنا معايا الأمثال، أشوف بقى كام جنيه يقرر 10 مرات، يبقى 90. كلكم عرفتوها، 10 في كام ب 90؟ 10 في 9 ب 90. يبقى هو محوش كام؟ 9 جنيه. حتى بالأمارة 9 جنيه لو ضربتها في 10 يطلعوا 90 جنيه بتوع محمد. اللي بعده، زرع أحمد 6 فدان ووالده زرع 30 فدان، يعني والده أكتر من أحمد بإيه؟ بكتير، بمرات متعددة. عمه بقى بيسألك على عدد المرات، يعني إزاي نوصل الـ6 للـ30؟ شوف المستر بيقول لك بطريقة جميلة إزاي؟ إزاي تخلي أحمد يوصل لبابا يبقى 30. فهمتك يا مستر. يبقى نقول 6 في ايه؟ 6 في كم يطلع 30؟ طبعا كلكم عرفتوا الإجابة، 6 في 5 ب 30. يبقى كم مرة؟ 5 مرات. تيجي على الجنب كده وتقول له 5 مرات. اللي عمله مستر حامد في الأول دي مين؟ دي المعادلة.
ولما قلت له الإجابة كذا يبقى ده اسمه حل المعادلة. طب ولما قلت له 5 مرات يبقى ده عدد المرات يا أولاد. شفتوا الحل سهل إزاي؟ اللي بعدها سؤال جميل، وصل 4 أمثال عدد ما، عدد ما يعني ده مش موجود والإجابة 24. مين في دول؟ أقول له ماليش دعوة بالاختيارات، أنا أعملها بنفسي. 4 في كام ب 24؟ مين اللي شبه دي؟ أهي يا ولاد 4 في كام؟ 4 في ب 24. يبقى نوصل ديا مع دي، يبقى هنا لفظية هنا رمزية. اللي بعده 6 في ايه ب 48؟ 6 في كام ب 48؟ مين اللي في الاختيارات لفظيا يلائم دي؟ اهو اهو 6 امثال عدد ما مش موجود ب 48، يبقى نوصل دي بدي. طيب العدد 50 يبقى ده الكبير، يساوي 5 امثال عدد ما، يعني ده اللي مش موجود. فهمتك يا مستر، يبقى دول الصغيرين، يبقى 5 في كام ب 50؟ أدور على اللي شبهها، أهي 5 في كام؟ 5 في سي ب 50، ونوصل دي بدي. الرابعة 3 في 6 جنب بعض يعني هيتضربهم وتبقى الإجابة بي، يبقى مين؟ أهو عدد ما، يبقى بيسأل على عدد الكبير. 3 أمثال العدد 6 يعني نضرب 3 في 6، يبقى دي تبع دي. يا واحدة بالرموز وواحدة بالألفاظ. نيجي لسؤال كمان تاني، حذر فذر عدد ما، يبقى تحط لي نقط، يساوي 9 أمثال العدد 3، مش دول جيران؟ يبقى علامة في، يبقى نضرب كم في كم؟ 3 في 9. طب مين الإجابة الصح؟ الإجابة الصح هي، اشمعنى يا مستر دي؟ لأن الباقي زائد وناقص، إنما كلمة أمثال معناها فيه، ولو عايز الإجابة 27. طيب 4 في كم تطلع 20؟ مين الجملة اللي بالألفاظ اللي بتعبر عنها؟ ها 20 مثل العدد سي يساوي 4، ولا عدد ما يساوي العدد 20، ولا 4 أمثال عدد ما يساوي 20؟ أقول له دي الإجابة الصح. إزاي؟ 4 أمثال يعني 4، عدد ما يعني في نقط يساوي 20، هو حط الحرف سي، يبقى 4 في سي بتساوي 20، اهي دي الإجابة الصحيحة. عدد ما يبقى ده نقط يساوي 6 أمثال العدد 9 جنب بعض، يبقى يتضربوا في بعض يا ولاد. يبقى ندور على مين؟ على 6 في 9. فين اللي فيها 6 في 9؟ اهي يبقى دي الإجابة الصحيحة، يبقى 6 في 9. اللي بعده 24 في الأول، يبقى ده العدد الكبير، يساوي 3 أمثال مين؟ يبقى أنا بدور على اللي يتضرب في 3 يطلع 24. طب دور لي كده مين اللي يتضرب في 3 ب 24؟ برافو عليك، الإجابة هي 3 في بي. 3 في كام ب 24؟ يبقى الإجابة الصح 3 في البي ب 24. تمام، البي أنا كتبتها 6 أعدلها لحد يفتكرها 6، حرف البي بالإنجليش. تمام، أهو اللي بعده العدد، يبقى بيسأل على عدد الأولاني اللي بيساوي 5 أمثال الرقم 8، أقول له يبقى نضربهم في بعض. وهنا الرجل طيب ده عايز الإجابة، أقول له الإجابة 5 في 8 والإجابة 40، ونختار الـ40 يا أسامة. اللي بعده 36 الكبيرة موجودة، 6 أمثال عدد ما، تحط فوقها نقط وتعمل هنا فيه وتقول لنفسك 6 في كام ب 36؟ مين اللي شبهها؟ مين اللي شبهها؟ أهي 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 6 في ايه ب 36. اللي بعده يبقى نكتبها هنا 6 في ايه بتساوي 36. عدد ما يبقى نحط نقط، 7 أمثال الرقم 4 جنب بعض يتضربوا في بعض، يبقى مين اللي يتضربوا في بعض؟ أهم جنب بعض أهم، يبقى دي الإجابة الصحيحة، عشان الأربعة والسبعة هم اللي هيتضربوا في بعض، والإجابة بتاعتهم كمان هدية ب 28. كده خلص الدرس الجميل البسيط اسمه تكوين معادلات للمقارنة بحل عملية الضرب. يا رب يا أولاد يكون بسيط ويكون سهل ويكون مفهوم بإذن الله.